بتاتي اليوم ندير لكم وصفه مليحه الكاطو واسمه كاطو بريستيج. يجي حاجه مليحه للحفلات والاعراس والمناسبات. نبداو قبل بالكريمه. الكريمه واش عندنا؟ الكريمه واش عندنا؟ خدينا كريمه تاع الزبده، خدينا كريمه تاع الزبده. واش الزبده؟ ناخذ هذه تاع 250 غرام، ناخذ النص تاعها 125 غرام هكذا، وتكون غامولي. نزيدو لها فنجال تاع زيت، نزيدو لها كاس تاع سكر كلاص، نزيدو لها قطرات من الملون الغذائي ورد غوز، نديرو لون غوز بيبي. وهذه الماركه اللي مليحه، ماشي واش هذيك تاع البودره تاع 2000، هذه اللي مليحه تتباع في الاسواق، هذه ولا فليكتوس تجي في الامبات صغيرة. نبداو على بركه الله، نخلطو الزبده مع الزيت مع السكر كلاص. واتاتي حنا نبدا نخلط. خلطناها الزبده مليح غامولي، نزيدو لها هذاك الفنجال تاع الزيت، نزيدو نخلطو. كملتنا درنا الزيت الزبده هذيك 125 غرام، دوكا نزيدو لها هذاك كيس تاع سكر كلاص، نزيدو نخلطو. ندخلو ناخذو هذا الملون، ناخذو قطره برك خوتاتي، نشوفو درنا قطره ونشوفو. هاهي وحنا نشوفو خوتاتي، ديري هذا تبقاي ديري بالقطره بالقطره حتى تاخذ اللون هذا الفاتح، ودخل ليها في الفريجيدير من بعد توجدي لاباط تاعك صابلي. اوبور اللي هي زبده تاع الطلي راني حطيناها في الثلاجه شويه، وانا وجدت لكم لاباط صابلي، ومن بعد راني نوريها لكم في صندوق الوصف. راني اختصرت الامور برك. ناخذ خوتاتي هذا هكذا، نديروهم هكذا على شكل هكذا دوائر، ولي ما عندهاش يسيدي حتى اللي ما عندهاش المو تاخذ كاس ولا الدائره تاعو تحل الوسم، وحنا نختصروا ونواسيو ونسهلوا الامور اي وحده. نكملوا هكذا، نكملوا نحلوهم كاع دوائر هكذا، بعد نحطو الصينية تاعنا ونحطوهم هكذا ونحطوهم يطيبو، ومن بعد نوريكم كيفاه. ناخذو الشيكولا تاع الطل، عندنا شيكولا قسمناها هكذا، ونحطوها الذوب على حمام مائي هو اوبان ماري، نخليها تذوب ومن بعد نوريكم كيفاه نلونوها. ذوبناها في حمام مائي هو اوبان ماري بالفرنسي، من بعد ناخذ هذاك الملون هذا اللي قلت لكم عليه مليح، ناخذ قطرات من لون غذائي وردي، ندير قطره هكا برك ونشوفو باه نتحصلو على اللون غوز بيبي هذا. لا كولور تاع الحلوة تاعنا الجميلة منها شباب فاتح، نزيدو له غير قطرات برك هكذا هكذا خوتاتي هكذا، ها شوف خوتاتي هاهي شافا في الكاميرا اللي تبان لكم اللون هكذا، تحصلنا على لون وردي فاتح اللي هو غوز بيبي بالفرنسية، شغلة تبان لكم كامل. نحطوه يبرد من بعد طيبنا الصابلي نوريكم كيفاه نشبعو لي صابلي بريستيج تاعنا. ها شوف خواتاتي ها هو لي صابلي، قلت ندير نوريكم العجينة في صندوق الوصف. واش نديرو؟ ناخدو هاذيك لاكخيم روبوغ اللي قلنا حضرناها، نتلوها مليح، ناخذ كمية مليحة من كريمة الزبدة
نغلقو مليح مليح هكذا الحبة تاعنا، نحيو هاد البقايا هنا هكذا، نزيدو حبة أخرى نوريلكم. نغلقو الحبة مليح، نحيو كمية باقية هذه اللي هنا، نزيدو حبة أخرى، نديرو كمية معتبرة لأن نشحوش عليه روحنا كمية الزبدة. هكذا بتاتي بعد ناخذ الشيكولا تاعنا، نبداو نطيب هكا فيها. نطيب كاع الحبة مليح هكذا، نطيب مليح كاع الحبات، وبعد كي نشفو نوريلكم كيفاه نشبعوها. طليناهم كامل، درنا زوج ألوان، درنا برتقالي، بعد ناخذو نص من الطلية تاع الشيكولا، ونبداو نديرو خطوط هكذا عشوائية. شوفو خواتاتي، ها درنا اللون غوز بيبي، درنا أورانج كليغ، راكم تنتبهو لا يخرج لكم اللون في البازمون، وشبعوهم أنا عطيتهملكم على الطبيعة هكا، وهو لي قلتلكم صابلي بريستيج، وإن شاء الله راكم لاباط كامل هذه وصفة ناجحة، راكم تصيبوها لاباط في الوصف في صندوق الوصف، وإن شاء الله دوما فرحة، إن شاء الله لي عندو أعراس، لي عندو حفلات. ان شاء الله ان شاء الله ما تزيدوش ما تنساوش ديروا لايك، وبالسلامه عليكم وعلينا، وان شاء الله تجربوه، ومازالوا وصفات اخرين ان شاء الله للعيد ان شاء الله وجايو كامل، وبقاو على خير.